بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن، اللهم أحسن عاقبتنا، عاقبتنا في الأمور كلها، في الأمور كلها، وأجرنا، وأجرنا من خزي الدنيا، من خزي الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة، آخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. آمین یا رب العالمین.